في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي بتحمل برنامج اوجي واتساب، وهنتعرف على المميزات اللي في البرنامج. وحد دلوقتي ممكن يسأل ويقول ايه الفرق ما بينه وما بين الرسمي؟ طبعا هقول لك في فرق شاسع ما بينه وما بين الرسمي، على الاقل بيكون في الخصوصية. يعني المهم ان في فعلا مميزات كتير جدا هنشوفوها مع بعض بالتفصيل، ولكن يا ريت كلها في البداية نصلي على النبي. ورجعت لكم من تاني على الشرح العملي، واول حاجة دلوقتي هتعملها هتنزل تحت في اسفل الفيديو، هتلاقيني سايب لك لينك قناة التليجرام دي، ودي من خلالها هتبدأ ان انت تحمل برنامج اوجي واتساب. وعلى فكرة القناة دي مش بتاعتي ولا حاجة، ومش بعمل لها دعاية ولا ايا كان من الكلام ده كله، ولكن هي عليها البرنامج نفسه. لو انت حملت البرنامج من اي مثلا موقع تاني زي ميديا فاير ايا كان، فهتلاقي مشاكل تقابلك، زي التطبيق ليس مثبتا، يعني هتلاقي مشاكل كتير تقابلك عامة. فخلينا نضغط كده على داونلود، ودي كده معانا بتكون لينك تحميل برنامج اوجي واتساب. فدلوقتي هنحمله وهنتعرف على طريقة التثبيت وعلى البرنامج بشكل يكون تفصيلي. ودلوقتي هو كده خلاص انتهى معانا من التحميل. فدلوقتي كل اللي انت هتعمله اضغط كده عليه، زائد هنا هتسمح لي برنامج التليجرام اللي هو يثبته لنا. فدلوقتي اضغط كده على تفعيل كده، ودلوقتي هنبدا اللي احنا نرجع كده واضغط عليه مره تانية زائد تثبيت. ودلوقتي هو كده بيتثبت عادي جدا معانا بدون اي مشاكل نهائيا. فدلوقتي هنبدا بس اللي احنا ننتظر لحظات لحد ما ينتهي معانا من التثبيت. ودلوقتي هو كده خلاص انتهى معانا من التثبيت. فدلوقتي اضغط كده على فتح، زائد دلوقتي ابدا اللي انت اضغط على سماح او الاو، زائد اختار اللغه بتاعتك، زائد دلوقتي ابدا اللي انت هنا وافق، زائد هنا ابدا اللي انت دخل رقم الموبايل بتاعك. وانت بتدخل رقم الموبايل دخله من اول واحد، يعني مثلا لو 010 يبقى 10، 011 يبقى 11، وهكذا، لان هو في الاول مدخل لك رمز الدوله اللي هو زائد 2 زيرو، يعني كاتب لك الزيرو اللي في الاول. وده كده معانا بيكون شكل البرنامج من الداخل بعد ما احنا بنكون سجلنا بالرقم بتاعنا، زائد بقى لو مع بعض من تحت الدردشات، المجموعات، المكالمات، المجتمعات، مستجدات، يعني الحاجات اللي احنا اكيد عارفينها. ولكن بقى المميزات الجديدة اللي في النسخة، اللي هي مثلا الاختلاف ما بين ده وبين النسخة الرسمية، فاضغط كده علامة الزائد، بعد كده هتضغط على الايقونة دي، وبعد كده دلوقتي اضغط على الحماية والخصوصية. وكل دي معانا بتكون مميزات برنامج اوجي واتساب. اول ميزة معانا بتكون اخفاء اخر ظهور بمجرد ما بتفعلها كده. فدلوقتي كده انت مش بتبان لاي حد اللي انت كنت اخر مرة فاتح امتى، ولو حتى فاتح دلوقتي برضو مش بيبان لحد انت فاتح دلوقتي. زائد هنا علقهم مع بعض هنا جهات الاتصال، فهنا بتفعل الاول التالت الرابع حسنا، المجموعات الاول التالت الرابع حسنا، زائد برضو هنا بنفعل الاول التالت. طيب حد دلوقتي هيسأل ويقول احنا ليه ما فعلناش الخيار التاني اللي هو اخفاء علامة الصح التانية صحين الاستلام؟ هقول لك ده يفضل ويستحسن انك ما تفعلهوش اصلا. ليه؟ لان انت ده لو انت فعلته فهتلاقي تأخير في الرسائل، يعني مثلا ممكن حد بيبعت لك دلوقتي ولكن عقبال ما توصل لك هتوصل لك بعد نص ساعة، فعموما هتلاقي تأخير وهتلاقي مشاكل كتير، فانت بغنى عن الخيار ده. زائد هنلاقوا مع بعض حاجة باسم من يستطيع الاتصال بيه، يعني انت عاوز مين اللي يتصل بيك؟ هل الكل ولا جهات اتصالك بس، ولا جهات اتصال باستثناء، ولا تحديد جهات اتصال معينة، يعني تحديد اشخاص معينة في جهات اتصالك، ولا مش عايز حد يتصل بيك خالص؟ زائد هنا بيقولك اما هو بيرفض المكالمة، يعني مثلا لو حد غريب اتصل بيك ورفض عليه المكالمة، فانت عايزه يقول له ايه؟ يقول له مثلا لم يتم الرد، او مثلا تم رفض المكالمة، او مثلا لا يوجد اتصال بالانترنت، فانت هنا برضو بتحدد. وعندنا هنا برضو حاجة باسم اشارة محولة، يعني مثلا انت بعت رسالة، الرسالة دي انت بعتها من شخص معين، ولكن في النسخة الرسمية بيظهر اللي دي محولة، يعني انت جايبها من حد تاني محولة، ولكن بمجرد ما انت سايب ده كده مفعل فما بيظهرش، يعني كأنك انت بالظبط اللي بعتها. زائد هنا بيكون منع حذف الرسائل، يعني حذف هو رسالة، انت بتتكلم مع حد وحذف الرسالة، فعندك تفضل زي ما هي ما تتحذفش. عندنا كمان اظهار صحيان الازرق فقط بعد الرد، ده حابب تفعله عادي جدا، مش حابب برضه عادي. عندنا كمان اخفاء مشاهدة الاستوري، يعني حد منزل استوري وانت دخلت شفت الاستوري دي، فعنده هو ما يظهرش اللي انت شفت الاستوري. عندنا كمان منع حذف الحالات اللي هي الاستوري، يعني حد دلوقتي نزل استوري وفجأة قام حذفها، عندك انت تفضل زي ما هي موجودة، ومع انها باينه لك اللي هي محذوفة، ولكن بتكون انت برضه شايفها.
عندنا هنا بقى اللي هو سيكيورتي، قفل واتساب بالبصمه بنمط برقم سري، تغيير الرقم السري، تغيير النمط، سؤال احتياطي، تغيير الخلفيه للقفل، اخفاء خط رسم، ايقاف الرجع عند كتابه النمط. يعني كل دي معانا مميزات، وكمان هنا معانا السمات والاعدادات والتصميم والشاشه الرئيسيه، شاشه المحادثه. عندنا مميزات كتير قوي 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 في النسخه دي على عكس النسخه الرسميه. فده كده معانا كل الموضوع، وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والكومنت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، ويا ريت كلها في النهايه نصلي على النبي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.